السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رح نتابع اليوم بحل أسئلة الوحدة الأولى. عنا أول سؤال، إذا بتتذكر بالوحدة الأولى شو أخذنا بدايتها؟ أخذنا الأعداد الطبيعية بتتألف من 3 مراتب: بيرليك أونلوك بيرليك أونلوك يوزلوك، يعني أصبع صمغ له آحاد عشرات مئات. فأخذنا شلون بينقروا شلون كتابتهم. مثلا عندي هون مرتب 2 3 بيرليك اونلوك يوزلوك، ببدأ مع عنده يوزلوك، عندي بيش يوزلوك، يعني بيش شوز يتمش بير، بيش شوز يتمش بير. عم بيقولوا لنا اكتبوا شلون بيلتفت الأرقام، فأنا بكتب بيش يوز يتمش بير يت مش بير، تمام؟ ليش قلت بيش يوز يتمش بير؟ انا عندي 5 هون، 5 ضرب 100 500، 500 بتركي شو؟ بيش شوز. عندي هون اليدي، اليدي بمرتبة العشرات شو هي؟ يدي تشارب اون يتمش، حطيت يتمش هون، عندي بيصة عندي يتمش بير. مثلا هون عندي الت دورت إيكي، شلون بقرون هدول؟ ألت هانجي بصمك يوز لوك، ألت تشاربو يوز، ألت يوز دور تشاربو أون كرك، إيكي تشاربو بير، شنكو بيرديك بصمغة إيكي. يعني عم بقول هون عندي 6 ضرب 100 600، و4 ضرب 10 40، و2 ضرب 1 2، فصار عندي ألت يوز كروك إيكي، ألت يوز كروك إيكي، تمام؟ الباقيين على نفس النمط، رح اشرح لكم اياهم انتم بتحلوهم. مثلا هون عندي دورت، هون بيش، هون اوتش، دورت هانجي بصمك يوز لوك، فعندي انا دورت يوز، بيش هانجي بصمك اون لوك، بيش شارب اون اللي اوتش شارب بير، دورت يوز اللي اوتش، دورت يوز اللي اوتش. هون مثلا دوكوز يوز دوكوز، تمام؟ هدول التنتين شرحتهم، هدول التنتين الباقيات انتو راح تحلوهم، تمام؟ هلا السؤال الثاني، الشادة كيس جينيك داردان هانكي سندي يوز اون دورت، ها يوز اون دورت، بيجي بدون ساي سنة رقم لي يظلش دورو فير المشتر، اي وحدة من الاعداد الموجودة تحت هي يوز اون دورت، شو قال لي يوز اون وعندي دورت. أنا هيك قريتها كتبتها. اليوز هنجي مرتبة اليوز لوك، كلمة يوز لوك شو بتساوي؟ 1، صح؟ الأون 1، دورت بمرتبة الآحاد دورت، يوز أون دورت، يوز أون دورت هنجي سن جي، يوز أون دورت جي، تمام ما؟ Üçüncü soru, aşağıdaki seçeneklerden hangisi 605 sayısını konuş doğru verilmiştir? 605 605. Burada 615 605 bu. Tamam mı arkadaşlar? 605. Aşağıdaki sayıların basamak adlarına nokta yerler yazınız. Ande hon öktüp كل مرتبة شو اسمه؟ مثلا الدوكوز هانكي بصمك انا اكتب اسمه، فانا هي اي وحدة بيرليك، صح؟ مرتبة الاحاد بير ليك، يدي هانكي بصمك اون لوك مرتبة العشرات، فهون عندي اون لوك، بعدين عندي الدوكوز هانجي بصمك يوز لوك، هي مرتبة المئات، تمام؟ عندي هون يد يوز وتوز الت، كما انتو رح تكتبوا هون الالت هانجي بصمك، الاوتش هانجي بصمك، يدي هانجي بصمك، تمام؟ ديار سوري geçelim. عندي هذا السؤال الخامس، بشنجو سورو، الشادكي سايلين بصمك ديارلارني
قيمة المرتبة. مين رح يقلي شو يعني قيمة المرتبة؟ يعني البيش بالبيرليك شو قيمته؟ بيت شارب بير بيش، فبتضل بيش. أما الإيكي هانجي بصمك قولوك قولوك ندمك، يعني عندي مرتين عشرة، كم عشرة عندي؟ مرتين. فشو بقول؟ يرمي. شو بقول؟ يرمي، صح؟ لأن إيكي تشارب أون يرمي. عندي هون دوكوز هانجي بصمك يوز لوك، يعني مرتبة المئات. التسعة بأي مرتبة؟ مرتبة المئات. تسعة ضرب مية، يعني عندي تسع مرات مية، صار 900. بالتركي دوكوز تشارب يوز، دوكوز يوز، فأنا عندي هون دوكوز يوز، تمام؟ دوكوز يوز يرمي بيش، دوكوز يوز يرمي بيش. نفس الشي هون رح تكتبوا قيمة العدد. عندي هون الشادكي لرين ريتميك سايرمي بولانون بروشتوك ليكون سايلر يزنز. هون عنا بصير عندهم عد متناسق، مثلا هون دورت يوز اللي ألط، دورت يوز اللي يدي، دورت يوز اللي سيكيز. فشلون عم يمشوا بالعد؟ عم يزيد واحد واحد على مرتبة الآحاد، صح؟ إذا لاحظنا العشرات والمئات ما عم تغير قيمتهم، ولكن الآحاد عم تتغير القيمة. هون كانت ألط يدي سيكيز، فهون شو رح يصير؟ دورت يوز اللي دوكوز. بعدين شو رح يصير عندي؟ إذا ضفت واحد شو بيصير هون؟ دورت يوز أطمش، بعدين دورت يوز أطمش بير، بعدين هون دورت يوز أطمش إيكي، تمام؟ ليش عم بيكون عد متناسق؟ هون عندي العدة المتتالي دو يدي يوز أون سيكيز، بعدين يدي يوز يرمي سيكيز. مين عم يتغير عندي؟ مرتبة الأون لوك، مرتبة مين؟ العشرات. عم بيمشوا عشرة عشرة، يعني العدد اللي قبله عم بيضاف عليه عشرة، بصير العدد التالي أكتر منه بعشر مرات. فهون شو رح يكون العدد اللي بعده؟ إذا ضفت عشرة شو رح يصير؟ يدي يوز أوتو سيكيز، بعدين يدي يوز كريك سيكيز، بعدين يدي يوز اللي سيكيز، بعدين يدي يوز أطمس سيكيز. شلون عم نعرف؟ تمام، يدي يوز اللي سيكيز بدي ضف له عشرة، ضف له اون سيكيز اطمش يدي، صار عندي يدي يوز اطمش سيكيز. طيب بس شلون عرفت انت هون عم يصير العد المتتالي الفرق بيناتهم اون؟ طيب ماشي، انا بيجي لعند يدي يوز يرمي سيكيز، وبيجي لعند يدي يوز اون سيكيز، هو اعطاني اول رقمين، بطرحهم من بعضهم لشوف شد عم يمشوا الفرق، اذا ما كنت عم بعرف هيك من النظر، تمام؟ سيكيز راح منا سيكيز صفر، الاثنين راح منا واحد واحد، يدي راح منا يدي صفر، فشو عندي كان اون، فعبيمشي بشو؟ اون. بعد ما طلع هون يدي يوز اطمس سيكيز، بعدين يدي يوز يتمس سيكيز، بعدين يدي يوز سيكسان سيكيز، بعدين اخر شي عندي يدي يوز دوكسان سيكيز، اخر رقم رح يكون يدي يوز دوكسان سيكيز. العدد اللي بعده عندي ايكي يوز يتمش بيش، بعدين عندي فراغ ما عرفت شو رح يكون بعده، ولكن حيط لي هون دورت يوز يتمش بيش، بعدين بيش يوز يتمش بيش. من هون لازم اعرف قد ايه رح يكون العد المتتالي. بيجي لعند البيش يوز يتمش بيش، وعند الدورت يوز يتمش بيش. بيش راح منا بيش صفر، يدي راح منا يدي صفر، بيش راح منا دورت بير، صار عندي يوز، الفرق بيناتهم يوز. ها فهو عم يضيف يوز على مرتبة اليوز لوك. فجيت انا هون شو رح يصير عندي بما انه رح يضيف يوز؟ إذا ضفت للإيكي يوز يتمش بيش يوز، شو رح يصير؟ وتشوز دين ما وتشوز يتمش بيش، بعدين دورت يوز يتمش بيش، بعدين بيش يوز يتمش بيش، صح؟ بعدين هون ألت يوز يتمش بيش، بعدين ألت يو يدي يوز يتمش بيش، بعدين سيكيز يوز يتمش بيش، بعدين دوكوز يوز يتمش بيش. فأول كان أول تمرين كان عم بيضيف واحد على مرتبة البيرليك، بعدين عم بيضيف أون لوك، بعدين عم بيضيف يوز لوك، تمام؟ ديا صورو كيتشلم أشادك سنجلاردا هنجسي دورت يوز كرك يدي صاي إن يكون أولانا يوفالن مشتر. عنا هون تقريب الخط لمرتبة العشرات. مرتبة العشرات إذا منتذكر كنا نطلع على الآحاد، ها
Ahad şu yedi, birlik yedi. Beşten büyük mü? Büyük. Tamam. فأنا عندي كان كريك يدي. يا أما بكنتي حوله للكريك أو للخمسين، صح؟ فطلعت على اليدي هي أكبر من الخمسين. بما أنه أكبر من الخمسين فلازم يكون التحويل لمين؟ للألي. فلازم يكون دورت يوز ألي، دورت يوز ألي. تمام؟ نحن نطلع الآحاد، إذا أكبر من الخمسة بنحوله للرقم الأكبر، وإذا أصغر بنحوله للرقم الأصغر. عندي هون aşağıda kesin şıklarda hangisi 736 sayı en yakın yüzlüğüne yuvarlanmıştır? Hala di havlu lebertte takrib en mi avi. Talli al aşarat. Amin de talli al mırra al aşarat. İzze akbar min min? Mil khamsi av azgar mil khamsi. Ande yaha uç. Azgar min al khamsi. Fşu min havla? Bima ennu mi avi. Binnen havla يا أما رح تصير كان يدي يوز أو سيكيز يوز. بما أنه أصغر من خمسة فبحولها للأصغر هي اليدي يوز، فصارت عندي هشو يدي يوز. السؤال اللي بعده عنا لهون أكبر أو أصغر أو يساوي لنستخدمون ونرتب الأعداد. هلأ بدي إياهم كوتشوك تام بيغاصة صير لينز من الأصغر للأكبر. عندي هون 816 675 400 89 109. حتى نرتب من الأصغر لازم نشوف مين أصغر عدد عندي. يا طلع هيك عندي هدول ثلاث مراتب، أوتش بصمقلب وإكي بصمقلب وأوتش بصمقلب. تعلمنا نحنا إذا العدد بيتألف من مرتبتين فهو بيكون عدد صغير أصغر منهم، صح؟ هون 89 والباقي مئويات، فباخد 69 أصغر عدد، بعدين أحط إشارة الأصغر. إشارة مين الأصغر؟ بدي أخذ العدد الأكبر منه. هلا طلع بعدين عندي هون واحد دورت ألت سيكيز هنجس إن كتشو كبير دين ما، فأخذت هاي أصغر شيء. ليش؟ أنا طلعت على مرتبة المئات. إحنا قلنا أول شيء منطلع على المئات، بعدين منطلع على العشرات، بعدين منطلع على الآحاد. طلعنا على المئات لقيت أصغر واحد مين هو؟ اليوز دوكوز أخذته. كمان هلا بدي احط اشارة اصغر وكمل. هاي راحت هاي راحت. ضل عندي الدورت الت سيكيز هنجس ان كتشوك دورت دورت يوز شمدي. بعدين عندي الت سيكيز هنجس ان كتشوك الت يوز 75. بعدين عندي ضل سيكيز يوز اون الت. تمام؟ فأنا أول شيء عشو بطلع إذا عندي ياهم من إكي بصمقلي ولا أوش بصمقلي. الإكي بصمقلي أصغر من الأوش بصمقلي فباخذ هو فورا الأصغر، وبعدين بكمل. بطلع أول شيء على مرتبة المئات، إذا متساويين بطلع على العشرات، إذا متساوي العشرات بطلع على الآحاد، وإذا كلهم متساويين بستخدم إشارة اللي يساوي إن هدول الرقمين متساويين. التمرين اللي بعده هذا أنتم بتحلوه. هلأ هون بيكتنك وشو على نرتب من الأكبر للأصغر. ناخد من حل هاد. عندي هون الت يوز يدي يوز 60 يدي يوز 72 سكسان سيكيز يوز اون اي يوز 71. بما انه بدي اطلع على الاكبر فبطلع اول شيء هون عندي اوتش بصمقله اوتش بصمقله اكي بصمقله اوتش بصمقله، وهاد بعرف انه هاد اصغر شيء لازم يكون بالاخير. بيجي انا هون فانا بعرف انه سكسان سيكيز هو اصغر رقم، بطلع على أكبر رقم. أنا بطلع على مرتبة اليوز لوك ألت يدي يدي بير. ها طيب أنسي هون سيكيز أكبر منهم كلهم، هاي سيكيز بس وين بمرتبة مين الأون لوك؟ يعني سيكسان معنا سيكيز يوز، هيك هذا أصغر رقم. تمام؟ فعندي هون أكبر شيء يدي، طلعت هون هون يدي وهون يدي متساويين، يعني عندي هون سبعة وهون سبعة. طلع على مرتبة الأون لوك هون عندي ألت هون عندي يدي، فأين هو الأكبر الألتو ولا اليدي؟ اليدي. فباخذ هذا الرقم إنه أكبر شيء يدي يوز 72. تمام؟ يدي يوز 72 أكبر رقم، إشارة الأكبر هيك. الرقم اللي بعده مين دي جي؟ هذا راح، وهذا أصغر واحد عرفنا. ضل عندي يدي ألت بير هنجسي بيوك يدي يدي يوز 60 إشارة أكبر. ضل عندي ألت بير هنجسي بيوك ألت
altı yüz. مين رح يجي بعده كمان؟ يوز يتمش بير. بعدين أصغر شيء عندي سكسان سيكيز. أصغر شيء عندي سكسان سيكيز. تمرين الثاني وظيفي لكم. نكمل حل هلأ. Aşağıdaki lere ritmik sayıları kutular bitene kadar tamamlayınız. Anna hon nihna el-adl mutetali. Fena şuf şon abi iddo bidna nkemmel nihna. Aşağıdaki kutular 6'şar lere ritmik sayılar uygun sayılar yazınız. Abi şuf ziyade 6 6. Mesela 2 bidde icma ala 6. 2 artı 6 8. 8 artı 6. Neden 6? Çünkü 6'şar yani bir şekil 6 6. 8 artı 6 14. 14 artı 6 20. 20 artı 6 26. 26 artı 6 kaç olacak? 32. O zaman doğru bu yazmışlar. Sonra 38. Değil mi? Siz tamamlayabiliriz. Şimdi ikincisi aşağıdaki kutular 7'şer. Ha. 7'şer yani bir şekil 7 7. 3 artı 7 10. 10 artı 7 17. 17 artı 7 24. 24 artı 7 31. O zaman doğru bu yazmışlar. 31 artı 7 38. Tamam, siz bunları tamamlayabilirsiniz. Şimdi aşağıdaki kutular 8'er ileri ritmik sayılarak uygun sayılar yazınız. Bir şekil 8 8 8. 5 artı 8 13. 13 artı 8 21. 21 artı 8 29. 29 artı 8 37. Sonra 37 artı 8 45. O zaman doğru yazmışlar. Siz bunları tamamlayabilirsiniz. Şimdi 9'ar şekil 9. 8 artı 9 17. 17 artı 9 kaç olacak arkadaşlar? 26. 26 artı 9 26 زائد 9 35. Doğru 35. Tamam mı? Anladınız mı arkadaşlar? Çok kolay ve basit. بس احنا نعرف شو تعبي بمشو شد الخطوات اللي عبي بمشو فيها العد المتتالي 8 6 7 يعني حتضلها يسابت لنهاية العد اللي بدهن اياه هني. تمام ما عنا السؤال أمبير الشادكي صاي ورنت لارين كورالنا قري كنش لشتنز. عندي هون يدي عندي هون ان اوتش عندي هون ان دوكوز. نفس الفكرة السؤال الماضي يعني هون بدي اعرف قدي عم بيكون العدد المتتالي يعني قدي ضاف على يدي حتى صارت ان اوتش. بعمل بقول on each بدي اخذ منها يدي كم بضل؟ 6. برجع لأتأكد اكتر ال on دوكوز باخذ منها on each شو بضل؟ 6. فهو شو عم بيمشي؟ 6 6 6 شهر 6 شهر. فصار عندي on دوكوز زائد 6 25. بترجع ال 25 بتضيفوا لها 6 هيك لتوصل لنهاية المربع. تمام ما؟ يعني 25 زائد 6 كاتش 31. تمام مو؟ بعدين هون 30 كم؟ 37. بعدين هون كم؟ 43. يعني اخر عدد رح يكون عندكم 43. تمام هاي ساعدكم فيها. نفس الشيء عندي هون 86 بعدين 94. 94 و 86 قديش بيناتهم؟ كمان بعمل عملية طرح. 86 10 دورت فيني اخذ منها 6 ما فيني فبصير عندي 10 دورت. 10 دورت راح منها 6 كم بضل؟ هادي arkadaşlar انا بدي اخذ من 10 دورت 6 8 değil mi؟ هون ضل عندي
سيكيز، سيكيز راح سيكيز صفر، فبيكون الفرق بيناتهم كم؟ سيكيز. ضفنا للتزدوكسان دور سيكيز صار عنده يوز إيكي، يوز إيكي أرت سيكيز يوز أون، بعدين يوز أون سيكيز، بعدين يوز أون سيكيز، بتضيف له سيكيز شو بيصير عنده؟ إيكي يوز يرمي ألت، تمام ما؟ بعدين إيكي يوز يرمي ألت شو بيصير بعدها؟ بضيف له سيكيز. إذا قلنا إكيوز يربي ألتو سيكيز بصير عندي هون دورت إكيوز وطوز دورت، آخر رقم لازم يكون عندكم إكيوز وطوز دورت، تمام ما؟ عندي هون قلي كرك أوتش وطوز ألتو، هون بصير عندي تناقص، شو بصير عندي تناقص وليس تزايد، يعني هون كان عندي أرطان هون أظلان، قدي نقص يدي. بعدين كمان نقص يدي، يعني هلا القطوز غلطة بدي نقص منها يدي، شو بيضل؟ يرمي دوكوز، يرمي دوكوز بدي نقص منها يدي، يرمي إيكي، يرمي إيكي بدي نقص منها يدي، شو بيضل؟ أون بيش، أون بيش بدي نقص منها يدي سيكيز، تمام ما أركضشلار؟ كتير سهل، يعني هاي الأعداد المتتالية لازم نحنا نعرفها، تكون صارت سهلة علينا. حتى نتأكد من فهمنا إذا فهمنا ولا لا، عنكم هون سؤال أنتوا رح تنتجوا السلسلة من الأعداد المتتالية وتعرفوا قد ايه بيكون فيها تزايد الأعداد، تمام ما؟ هلا انتهى درسنا اليوم، بنكمل إن شاء الله بدرس جديد. قرش الشروز.